نورتيني يا قلبي حبيبتي يا شيف. قولي لي بقى النهارده اهم من العرض، يعني اهم من اللي احنا هنقدمه العرض بتاع الموضوع. انت عارف انا بتاعت العروض. خليني الاول اقول لك على شويه اسئله وحاجات جات لنا من الحلقه اللي فاتت اللي كنا فيها مع بعض. ناس بتسال على حاجات كتير جدا او مشاكل بتواجههم علشان يخسوا او ينزلوا في الوزن. يعني ملاحظه انه اغلب المشاكل الفتره دي وسع بقى بالمغرب، ايه رايك؟ معلش يا دكتور اعمل ايه؟ لازم نطلع باطباق محطوطه، فوسع كادرك، هنعمل ايه؟ اول سؤال او اول مشكله بتقابل الناس اليومين دول هي موسم الافراح. كل يعني مثلا واحده هتتجوز كمان شهرين، حد عنده فرح كمان شهر، الحقيني يا دكتور عايزه اخس في الشهر ده 10 12 كيلو، انا قدامي شهرين وعايزه اخس 30 كيلو. بجد دي الاسئله او دي اكتر حاجات بتجيلي اليومين دول. وسؤال تاني انه احنا عايزين نبقى قاعدين في المصيف او قاعدين في اي مكان في الاجازه، مش حاسين احنا محرومين من حاجه، محدش يقول لنا كلي كذا وما تاكليش كذا، احنا عايزين نتفسح ونتبسط، مش صح. عايزين الجو بتاع الدايت والكلام ده كله لان كلنا في اجازه وطبيعي عايزين نتبسط يعني صح. اكيد. طيب هنعمل ايه في الناس اللي عندها مناسبات وعايزه تخس بسرعه جدا وتلحق المناسبه بتاعتها، او تلحق، او لو عروسه تلحق الفرح وتلحق تخس بقى يعني 30 كيلو و40 وحاجات كتير قوي كده، وفي نفس الوقت تحافظ على جسمها ما يبقاش عندها اي ترهلات. النهارده هتكلم معاكوا على كورس مقدم من شركه اتش ار فارما. اهم حاجه بتميز الكورس ان هو مرخص ومصرح من وزارة الصحة المصرية. حلو. ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة، لازم كلنا ندور عليها. معانا الصفحة على الشاشة اهي بالظبط. دي حاجة مهمة لازم كلنا ندور عليها قبل ما ناخد اي دواء او ناخد اي حاجة. وتاني حاجة مهمة جدا برضو معانا انه المواد الفعالة اللي موجودة يا شيف عزة في الكورس كله مواد طبيعية وآمنة 100% وهتنزلني في الوزن من غير اي اثار جانبية. طيب هينزلني في الوزن قد ايه؟ الكورس معايا النهاردة بينزل في الوزن من 10 ل 12 كيلو في الشهر الواحد من غير ما اقولك اعملي رياضة او احرمي نفسك من الاكل او ما تاكليش. بالظبط كده، هتاكلي من الاكل اللي موجود، او لو انت مسافره بتتفسحي او اي حاجه هتاكلي من الاكل اللي كل الناس بتاكل منه، بس هتاكلي كميات قليله اقل شويه. بالظبط. ليه بقى؟ لان كورس النهارده مكون من نوعين من الكبسولات ونوعين من النقط ونوعين من الاعشاب. طيب ايه الفرق او ايه بيعمل ايه الكورس او بيشتغل ازاي؟ انا عندي نوع من الكبسولات، كبسول قوي جدا بيحتوي على مجموعه من الالياف والفيتامينات والمعادن اللي بتعمل لي كتله كبيره في معدتي، فبتديني احساس بالشبع. بالظبط كده، الشهيه بتاعتي بتتسد. الناس اللي دايما تقول لك انا على طول حاسس ان انا جعان او باكل عمال على بطال طول ما انا قاعد، هحسسك ان انت شبعان ما بين كل وجبه والتانيه مده 6 ساعات، ودي حاجه ممتازه جدا. النوع التاني من الكبسولات بيعمل ايه؟ بيكسر لي الدهون العنيده اللي موجوده ومتراكمه عندي في مناطق كتيره في جسمي زي الدراعات او البطن او الارداف او الرجلين، الحاجات دي كلها، ويكسر الدهون دي ويحولها لي لطاقه علشان جسمي يستفيد بيها وانا استفيد بيها. حلو. علشان ده. الناس اللي بتقعد تقول لك يا شيف عزه ايه ده، انا بحس ان انا هبطان ومش قادر اكمل يومي وما عنديش طاقه، لا، هيبقى عندي طاقه علشان الكارانتين اللي موجود في النوع التاني من الكبسولات هيكسر لي الدهون ويحول الدهون دي لطاقه. حلو قوي، حلو قوي الكلام ده. يعني احنا هنخس من غير ما نتحرم من حاجه وهناكل كل حاجه بس بكميات قليله جدا يا دكتور. صحيح. بالظبط كده. دي حاجه مهمه كده. يعني لما تيجي تقولي اعملي دايت عشان تنزلي بطنك او يبقى قوام كويس او الكلام ده، على فكره كلنا عندنا بطن عادي جدا، ما حدش يضحك عشان انا رفنوعه. انا عندي بطن عادي جدا زي اي ست بتعاني، بيبقى في حمل في ولاده. صحيح. ايوه. فبتعاني من حته بطن صغيره، فان انا حد يجي يقول لي ما تاكليش ده وما تعمليش ده، زي ما الدكتور قالت احنا بنبقى في مصايف ومحتاجين ناكل ويبقى نفسنا مفتوحه وبحر وميه والكلام ده، فده حلو جدا ان احنا ناخد الحاجات دي يا دكتور من غير ما نتحرم من اي حاجه. دي حقيقة. خطوه حلوه قوي. بالظبط. تاني حاجه بقى، انا ليه حاطه في الكورس نوعين من النقط؟ نوعين النقط يعني ممتاز جدا علشان النقط دي بتعلي معدل الحرق 4 أضعاف الحرق الاساسي، لان في ناس مشكلتها في الحياه ان معدل الحرق بتاعهم قليل جدا جدا جدا. طيب الناس دي بيكون معدل الحرق بتاعهم قليل علشان ايه؟ علشان اسباب كتيره جدا يا شيف عزه، منها نقص فيتامين د، مقاومه انسولين،
مسؤولين، ناس عندها المراره، ناس عندها مشاكل في الرحم، الحاجات دي كلها مش قادره تسيطري على نفسك. بالظبط كده، حلاوه المنظر يا جماعه. مش قادره تبصي للطبق وما تقوليش انا عايزه منه. صح، هناكل بس بكميات قليله. شايفين الطبق طالع عامل ازاي؟ يعني بص، في كل حاجه ممكن تدمر اي دايت. عشان كده جبنا النهارده دكتور شازا معانا عشان تقول لنا بقى ناكل ازاي ونخس ازاي. الريحه كمان يا جماعه، مش عايزه اقول لكم يعني ايه، قاعده قدام السورس على طول. بس احنا نقدر ناكل كل الاكل الحلو اللي شيف عزه عاملاه النهارده في الحلقه، ونقدر نعمله ونقدر ناكل منه بكميات قليله، وفي نفس الوقت وزننا ما يزيدش ابدا. بالعكس كمان، انا عندي كمان ميزه حلوه جدا، انه المواد الفعاله الموجوده معايا في كورس اتش ار فارما بتشتغل كمان على الدهون الجديده، بتخلي جسمك ما يمتصش 70% من الدهون الجديده اللي داخله للجسم، ودي ميزه مهمه جدا.